بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقي محتاجين إن احنا نستحضر كل ليلة إن احنا أو كل يوم ثلاث إن احنا فعلا داخلين نعيش مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنتعلم على إيديه ونتعلم أخلاق وسلوكيات ونتعلم منه كل حاجة تقربنا من ربنا وتقربنا من جنة ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. استحضر معايا أخويا وحبيبي، وبقول كل مرة بنستحضر بقلوبنا إن احنا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة، داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى التأشيرة تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النهاردة كانت زيارة خاصة جدا جدا، وكانت زيارة مهمة قوي قوي عشان تأسيس الأسرة المسلمة. وإحنا اتفقنا من الحلقات اللي فاتت بفضل الله إن إحنا ابتدينا نتناول موضوع الأسرة المسلمة، وعايزين نخش جوه بيت النبي أكتر وأكتر ونقرب ونسلط الميكروسكوب على كل لحظة في حياة النبي وأزواجه صلى الله عليه وسلم، علشان نعرف كان عايش إزاي صاحب أسعد بيت في الكون ده كله، رغم إنه كان بيت بسيط جدا وكان أبسط بيت وأهدى بيت وأجمل بيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. النهاردة لقينا واحد من الصحابة داخل على النبي، فبيقول للنبي ان هو خطب واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح سأله قال له أنظرت إليها؟ قال له لا يا رسول الله، قال اذهب فانظر إليها. وبعد شوية راح داخل مجموعة من الصحابة وقاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قاعدين لقوا النبي بيقول لهم يعني قاعدة كده جميلة أخلاقية عالية جدا، قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. اوعى حد يخطب على خطبة أخيه. علشان كده عنوان لقاء الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى حوار مع خاطب. تعالوا نبدأ لقائنا، بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، ممكن واحد دلوقتي وهو سمعني وقاعد يقول يا هو أنت تتكلم النهاردة عن الخطبة؟ لا، نحول على قناة تانية، أنا راجل متجوز بقى 20 سنة. أقول لحضرتك حتى لو كنت النهاردة مش عايز تسمع كلام عن الخطبة لأنك خلاص متجوز أو لأنك مش متجوز ومش ناوي تتجوز، فعايز أقول لك أكيد ليك أخ هيتجوز أو أخت أو بنت، أو أكيد ليك صديق أو جار أو أي حد من حبايبك إن شاء الله هيتجوز، فأنت لما تعرف هتبلغه وهتنصحه وهتعلمه وهتقدر تخليه أسس حياته بفضل الله سبحانه وتعالى كما أسس النبي بيته صلى الله عليه وسلم. احنا اتفقنا من الدرس اللي فات يا جماعة ان شاء الله اكيد طبعا كل الشباب هينقي ويختار على اساس الدين، وكل البنات ان شاء الله هينقوا برضو ويختاروا على اساس الدين. عندنا حديثين، حديث موجه للشباب وحديث موجه للبنات واهليهم. الحديث الموجه للشباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل ايه يا رسول الله؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم وشفعنا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. حديث الثاني موجه للبنت والأهل البنت، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حاجة جميلة جدا، الأساس اللي هبني عليه أن أنا هتجوز على أساس الدين. مفيش مانع أخوي وحبيبي تبقى الزوجة جميلة وتبقى كمان غنية وتبقى ذات حسب ونسب، لكن الأصل أنها تكون متدينة، ده يجمل كل الصورة الحلوة ديت. مفيش معنى أخت الفاضلة أن يكون الزوج اللي متقدم لحضرتك ستايله جميل وشعره جميل وعينيه حلوة وكل حاجة، ويكون غني ويكون عنده منصب ومن عيلة وابن ناس ومقصر، لكن يكون متدين، يكون عارف ربنا وعارف نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول أن هو ده الأصل اللي احنا اخترنا عليه. وأنا سعدت جدا أن أنا على الموبايل الشخص بتاعي جاني حوالي 120 رسالة خلال الأسبوع اللي فات، إن 120 شاب بعد سماع درس وداعا للعزوبية قال خلاص قررنا نتجوز بقى، أمرنا إلى الله، يعني إيه خلاص وقعنا في الفخ. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، تزوجوا أو تكاثروا تناكحوا تناسلوا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة أو مباهم بكم الأنبياء يوم القيامة. يعني محتاجين إن احنا فعلا نستحضر، وإحنا ذكرنا المرة اللي فاتت حوالي تقريبا على ما أذكر 20 ثمرة جميلة جدا من ثمرات الزواج، أكيد هي دي اللي حركت قلوب شبابنا وحبايبنا إن هم يقولوا لازم نتجوز خلاص، ما ينفع
ينفعش بقى ويبقى وداعا للعزوبية، علشان ربنا يكرمنا ونقف بنات المسلمين ونقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نجمع شمل المسلمين ونوحد صف المسلمين وتخرج ثمرات جميلة توحد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، احنا قلنا الاختيار على أساس الدين، مش تيجي النهاردة بقى يعني زي ما بتشوف مثلا في بعض البرامج تلاقي المذيعة واقفة وعمالة مثلا ايه يعني شايفة اتنين ماشيين في الشارع زوج وزوجته فقامت ايه مصداهم، حضرتك احنا في برنامج مش عارف كذا وعايزين نعرف بس انتوا لما اتجوزتوا متجوزين من كام سنة؟ والله متجوزين من 5 سنين، من 6 سنين، من 3 سنين، لسه متجوزين بقى لنا 6 شهور. طب يا ترى بقى لما جيتوا تختاروا بعض حضرتك الأول يعني زي ما بيقولوا كده ليديز فيرست، ايه اللي عجبك فيه؟ طبعا هي على استحياء شديد جدا، قلت لها والله يعني حاجات كتيره جدا، يعني عجبني فيه ان هو شيك شيك قوي وستايل قوي وما شاء الله ويعني شاب شيك ووسيم، لكن اكتر حاجه عجبتني فيه ولفتت نظري قوي الحقيقه قوي يعني ربطة الكرافتة، يعني كانت حاجة مش ممكن، يعني حاجة حكاية سبحان الله. فتيجي بقى تقوم محولة المايك للعريس بقى فتقول له وانت ايه اللي عجبك فيها؟ والله اللي عجبني فيها ان هي ما شاء الله يعني ديليكار واتيكيت وسنس ومتحررة و طب والكلام ده يا جماعة بيبني بيوت؟ احنا بنقول دين يا جماعة، ده النبي اللي بيقول ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك وإذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. يعني أنت المفروض اللي يلفت نظرك في إيمانه وطاعته لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش مهم يكون جميل قد ما بقولش يكون قبيح بس على الأقل يكون معقول، لكن في إيمانه عايزينه في الذروة، عايزين أعلى إيمانيات، عايزين نعمر بيتنا بطاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، عايزين نكون بيوت المسلمين كلها تكون نسخة قبي يعني حاجة كده مكررة كوبي من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نسخة تبقى الأصل من بيت حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الناس بيسألوا حقيقة سؤال جميل جدا، بيقولوا يا ترى هل الخطبة شرط للنكاح؟ يعني أنا لو حبيت أتجوز هل لازم أمشي بالمراحل بالتطور الطبيعي يعني للجواز إن أنا أروح أخطب الأول وبعد الخطبة أمرح أعقد وبعد العقد ندخل نبني بقى والدخلة والبناء، هل لازم يعني لو ما عملناش كده ما يتمش الجواز؟ لا طبعا، ينفع الخطبة دي عبارة عن فقط وسيلة للزواج أو للنكاح، إنما لو تم الزواج بلا خطبة فالزواج صحيح، يعني ربما يروح الشاب فيعقد ويدخل خلاص الزواج صحيح 100% ما فيش مشكلة. وإن كان التطور اللي مش طبيعي اللي ماشي اليومين دول إن الشاب بيمشي مع البنت 13 سنة يدرس أخلاقها وتدرس أخلاقه لحد ما يتأكدوا أنه ما ينفعش لا هو يتجوزها ولا هي تتجوزه، وبعد كده يبتدي يفكر في واحدة تانية، وبعدين تلاقي السن يعني كبر بيه لحد ما بقى عنده 35 و40 سنة ويظن أنه هو من كتر ما مشي مع بنات كتيرة يظن أن كل البنات بالمنظر ده ففقد الثقة في كل البنات. وأنا بقول له الكلام دوت غير صحيح، بفضل الله بنات المسلمين فيهم خير، بفضل الله عندنا بنات عفيفات طاهرات بفضل الله سبحانه وتعالى كتير جدا، بس دور وخلي لك علاقة عظيمة جدا بالله سبحانه وتعالى واتباع لرسول الله، وربنا هيكرمك على قدر إيمانك هيرزقك بزوجة طيبة. وكما كانوا يقولون في الأمثال من أراد أن يتزوج مثل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون مثل علي بن أبي طالب، دي قاعدة يا جماعة، زي ما أنا إيمانياتي عالية ربنا هيكرمني بزوجة برضو إيمانياتها عالية، وزي ما هي إيمانياتها عالية ربنا هيرزقها أيضا بزوج إيمانياته عالية. لازم نعرف أن أقرب حاجة تخلينا نوفق ونسعد في دنيتنا وفي آخرتنا إيماننا بالله. إيه الدليل على كده؟ خد الدليل بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الاثنين يا جماعة في الإيمانيات والتكاليف والجزاء الأخروي الذكر زي الأنثى، الاختلاف فقط في أمور بقى الأمور التانية في أمور الدنيا مثلا ليس وليس الذكر كالأنثى، طبعا الأنثى لا تتحمل الأعمال الشقة والمتاعب و لكنها تتحمل لها تخلي البيت جنة ما شاء الله، ورجل يتحمل المتاعب و لكنه لا يتحمل أنه يروق بيته ويظبط بيته، فالكل يكمل الكل بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي
عشان كده بنقول ان احنا محتاجين ان احنا فعلا نأسس بيت على التقوى، وان احنا بيتنا ده يبقى احسن بيت واجمل بيت في العالم. زي ما قلت لحضرتك ان عشان تقول ان مثلا لازم اخطب الاول واعمل، لا 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 ان شاء الله تعقد وتتجوز، لكن احنا بنقول الخطبه ايه؟ وسيله للزواج. وعشان كده بنقول برضو بلاش تكون في تجارب قاسيه قبل الزواج، هيتوجع قلبك وهيتوجع قلبك في حب محرم، وفي النهايه ممكن ما يكونش في زواج. وفي الغالب لما بنسأل حتى الشباب بنقول يا شباب لما بتحب تمشي مع بنت بتمشي مع مين؟ يقول مع المتبرجة. لكن لما تحب تتجوز يقول طبعا لازم اتجوز واحدة محجبة تكون من بيت أصيل وتكون ما شاء الله ذات حسب ونسب ومتدينة وخلوقة ومؤدبة وهادية وست بيت علشان أقدر أتجوز وأعمر بيتي بطاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ما نتكلم بقى في الخطبة، هو موضوع خطير جدا وجميل جدا جدا في منتهى الروعة، وعلى فكرة ده كان لازم نتكلم فيه ونأكد عليه، لأن الموضوع يا جماعة النهاردة بعض الناس خدوا موضوع الخطبة ده سامحوني بشيء من الاستهتار بأسر المسلمين. يعني الواحد يروح يخطب بنت الناس ويفضل بكل أسف نتيجة عدم التزام الأسرة يفضل خارج وداخل معاها لمدة 3 4 5 6 سنين، وفي النهاية ينفصل عنها بكل أسف ويروح يرمي لها دبلة الخطوبة ولا ترمي له دبلة الخطوبة وتنفصل، ويسوق سمعتها وهي تسوق سمعته، ويحصل إن من ضمن المخالفات إن هو يكون معاه صور ليها أو هي تكون معاها صور ليه، أو يكون في تسجيلات ما بينهم، أو يكون في لقاءات ما بينهم، أو يكون في أي خلوة غير يعني خلوة غير شرعية ما بينهم، لانه لسه خاطب. يعني الخطبه ليست زواجا ولكنها وعد بالزواج. بكل اسف اكبر نسبه مخالفات اخواني واحبابي واهلي وناسي، اكبر نسبه مخالفات بتتم في مرحله الخطبه. ليه؟ هو البنت طيبه وعاطفيه جدا فبيخيل ليها بمجرد ما الشاب بيتقدم لها انه خلاص ده بقى زوجي خلاص، فبتتعامل معاه بكل حريه وبكل انطلاق. والأسرة مفيش وازع ديني عشان توجه البنت ان ده مش جوزك، خدي بالك ده راجل جالك وعدك بالزواج وفي اي لحظة هيمشي ويسيبك وممكن مفيش عليه اي تبعات ولا اي تكاليف ولا اي حاجة، فبالتالي هو المسألة بالنسبة له سهلة جدا، بيروح يعني زي ما سمعت من بعض الشباب بيقول بيني وبينك الواحد لما يخطب يطول بقى في الخطبة. ليه بقى؟ يعني عاد في الخطبة مثلا 10-15 سنة، طول ما انا بخطب باكل عند حماية وبشرب وفي العيد بيجيب لي لبس العيد، واخد بالك يعني، وممكن ايه يعمل اللي انا عايزه كله. انما اول ما اتجوز هم بقى اللي هيجوا ياكلوا عندي ويستضيفوا عندي ويعيشوا عندي، فهو بيطول في الخطبه على قد ما يقدر. اخويا وحبيبي اكبر نسبه مخالفات فعلا بتتم في فتره الخطبه، عشان كده بنقول ما نطولش في المساله ديت، نخليها فتره بسيطه كده، فتره تعارف زي ما بيقولوا، وبعدها مباشره هو جد وانسان دغري يروح يعقد ويتزوج، هو مش جد يبقى مع الف سلامه ربنا يرزقنا بواحد أفضل منه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن قبل ما نتكلم في موضوع الخطبة، أكيد يا جماعة في نساء، وده مسألة فقهية لازم نتعرض لها في بداية الكلام عن الخطبة، لأن في أمور ما ينفعش إن احنا نعديها كده. في نساء ما يجص لأي حد إن هو يتقدم لها، يعني ما يجصي ان حضرتك تتقدم عشان تتجوز من هذه ايه هذه المراه. زي مين يا جماعه؟ حقيقه يعني قسمتهم كده في عجاله سريعه كده عشان بس المساله تبقى واضحه. هي في محرمات على التأبيد، يعني مؤبد، دي محرم عليك مؤبد، لا يمكن ان انت تقرب من هذه المراه ولا ان انت تخطبها او تتجوزها. وفي محرمات على التأقيت، يعني تحريم مؤقت، لو زال المانع خلاص ممكن يتجوزها. ايه المحرمات على التأبيد؟ زي اختي وبنات اختي وبنات اخويا وزي امي وزي عمتي وزي خالتي. ده انا مش بقول على وجه الحصر يعني، لا انا بقول لك بس على سبيل المثال. يبقى اختي ما ينفعش اتجوزها ولا اخطبها، وبرده امي وبرده خالتي وبرده عمتي وبنات اختي وبنات اخويا ما ينفعش ان انا اتجوزهم. طيب ايه المحرمات على التعقيد؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، خليك معايا، كتر من الصلاه على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا وسهلا بحضراتكم، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. قلنا حبايبي، قلنا إن في نساء ما ينفعش إن حد يتقدم لهم، في محرمات على التأبيد، ده مؤبد عمره كله ما ينفعش أتقدم لواحدة منهم. زي مين؟ زي قلنا جماعة، زي أختي وبنات أختي، وزي أخو، زي بنات أخويا، وزي أمي، وزي عمتي، وزي خالتي. دول محرمات على التأبيد، ما ينفعش في يوم من الأيام إن أنا أفكر أتجوز واحدة منهم أبدا. طيب المحرمات على التوقيت، في حاجه بسرعه كده، مساله فقهيه يسيره عشان نخش بقى على موضوع الخطبه، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، ويجوز كل شباب وبنات المسلمين، قولوا امين. المحرمات على التوقيت زي مثلا مين؟ زي اختي زوجتي. اختي زوجتي ما ينفعش ان انا اتجوزها طول ما انا متجوز زوجتي، لكن لا قدر الله لو طلقت زوجتي او لو طلقت زوجتي يجوز ان انا اتجوز اخت زوجتي. وزي مين كمان؟ زي مرات خالي ومرات عمي، وزي عمة زوجتي وخالة زوجتي، برضو نفس الحكاية. دول محرمات على التوقيت، وده مش كل طبعا المحرمات، انا قلت ايه بس على سبيل الحصر، على سبيل ايه المثال وليس على سبيل الحصر. طيب مين تاني كمان يا جماعة؟ ودي مسألة مهمة جدا، المرأة المعتدة، المرأة اللي في مرحلة العدة. زي ايه مثلا؟ في فترة العدة هنقسمها تلات حاجات في عجالة سريعة كده. واحدة جوزها مات وهي في فترة العدة، يجوز في الفترة دي يا جماعة ان احنا نلمح ولا نصرح. وهنقول دلوقتي يلمح ازاي؟ يلمح ولا يصرح؟ يلمح بالجواز او برغبته في الجواز منها، لكن لا يصرح، ما يقولهاش انا عايز اتجوزك، هي فتره العده لسه. طيب واحده برضو طلقت الثلاث طلقات، خد بالكوا بقى، خلاص يعني بانت من زوجها. طيب هي فتره العده لسه، برضو يلمح ولا يصرح. طيب واحده بقى مطلقه الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه، خدوا بالكوا هنا لا يلمح ولا يصرح، لا يجوز التلميح ولا التصريح، لانها ما زالت زوجه باتفاق جماهير اهل العلم، انها ما زالت زوجه، من حق زوجها انه يرجعها مره ثانيه ويبقى لها تطليقه واحده. طيب المساله الثانيه، ايه اللي يتقال بقى في التعريض او التلميح؟ انا لما عاوز المح لواحده ان انا عايز اتجوزها وهي ما زالت في فتره العده، اللي في المرحلتين يا جماعه، ليه؟ ايه؟ واحده جوزها مات، او واحده اتطلقت الثلاث طلقات. اما قلنا اللي اتطلقت الطلقه الاولى او الثانيه، لا يجوز بحال من الاحوال ان انا لا المح ولا اصرح، لكن يجوز في الحالتين الاولانيين. طب اقول ايه في التعريض او في التلميح؟ ورد حديث عند البخاري موقوف على عبد الله بن عباس في شرح قول المولى عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال يقول ايه؟ يقول مثلا اني اريد التزويج، ولا وددت ان ييسر الله لي امرأة صالحة. بلغة العصر كده ممكن يقول مثلا: والله يعني حضرتك اخت فاضلة، واتمنى ان ربنا يرزقني باخت فاضلة زيك. او مثلا: والله يا حضرتك اخت فاضلة، يتمناك كل انسان فاضل، وربنا يا رب يرزقك بانسان صالح، وهكذا. يبقى ده تلميح، كلام مؤدب، كلام في غاية الادب، مش بقى يعدي من جنبها ويقول لها بكرة تندم يا جميل. طبعا الكلام يعني ما يبقاش فيه طبعا اي يعني خالص، يعني ما ينفعش يتقال لاي واحدة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نبدأ كلامنا عن الخطبة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طبعا حضرتك اتفقنا ان حضرتك اخترت على اساس الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هتروح تشوفها بقى اللي هي ايه؟ الرؤية الشرعية. جميل قوي، حلو قوي، دخلنا بقى في الجد. الحمد لله رب العالمين، اخترت على اساس الدين، سألت على اسرتها، ناس افاضل، ناس متدينين ومحترمين جدا. سألت على الام وعلى الاب، لقيتهم ما شاء الله علاقتهم ما شاء الله جميلة. الام بتحترم الاب والاب بيحترم الام، واولادهم متربين تربية عالية جدا ما شاء الله، ومن عيلة ذات حسب ونسب. خلاص انا رايح علشان اشوف الاخت ديت. نصيحتي رقم واحد، بالله عليك اوعى تروح ايديك فاضيه، ان بيبقى الواحد منظره، سامحني يعني، هو الناس مش محتاجين حاجه، بس بيبقى منظرنا وحش قوي لما تكون رايح تشوف اخت وانت داخل كده طرزان، يعني واخد بال حضرتك، داخل بتقول لهم انا جيت، يعني اهلا وسهلا بحضرتك، لكن حضرتك ما ينفعش تخش ايدك فاضيه، لازم تاخد لهم حاجتين: غذاء للبدن وغذاء للقلب. غذاء للبدن، تخش وانت داخل مثلا على سبيل المثال تاخد معاك تورتاية، دستتين جاتو، علبة بسبوسة او علبة حلويات مشكلة، اي حاجة اللي ربنا ييسره لك على قد يعني ايه، على قد مقدرتك، مش هنكلفك حاجة اكتر من طاقتك. طيب الحاجة التانية غذاء القلب، ان انت وانت رايح يا حبذا يا حبذا لو عرفت مثلا عدد افراد الاسره كام، والله هي ما شاء الله الاب والام والبنت او الاخت اللي انا رايح اشوفها وليها اخين، يبقى كام؟ يبقى كلهم خمسه. خلاص خد معاك خمس مصاحف وخش كده وادي لهم المصاحف هديه، وقول لهم اتمنى والله ان انتوا تكرموني وتقراوا في هذه المصاحف. خد لهم كتاب
عن الزواج، خد لهم كتاب عن سيرة الصحابة، عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خد لهم غذاء للبدن وغذاء للقلب، بيبقى شكلك جميل قوي 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 وانت داخل كده، بتبقى حاجة حلوة قوي ولمحة جميلة، وبتدي الانطباع للناس من أول لحظة إن الإنسان ده إنسان ذوق جدا جدا، وما شاء الله وعنده إحساس عالي كده، وداخل بكل أدب وبكل هدوء كده، سلام عليكم، بيخبط على الباب، ما يبقاش واقف وشه للباب على طول كده بحيث الباب يتفتح يلاقوا ده في وشهم، لا يخبط كده وياخد جنبه ويدي جنبه للباب ويبعد شوية عن مدخل الشقة، ولما يتفتح الباب السلام عليكم، ده منزل الحاج فلان، ما يقولش ده منزل الأخت فلانة، ما ينفعش يخش يقول ده منزل الاخت اللي هو رايح لها مثلا، مثلا اسمها منى ولا مثلا مش عارف ايه، ما يقولش دي منزل اخت منى، لا، انما والدها مثلا اسمه الحاج احمد مثلا او الاستاذ احمد، سلام عليكم ده منزل الاستاذ احمد او ده منزل الحاج احمد مثلا، اه والله طيب انا فلان الفلاني اللي كنت يعني في موعد النهارده جزاكم الله خيرا، اهلا وسهلا يا ابني اتفضل، يوم داخل يسلم على الأب ويسلم على أولاده الشباب ويخش يقعد في المكان ما شاء الله بكل أدب وبكل احترام وغض البصر وهو داخل الشقة، ما يخشش بقى يقعد يبص يمين وشمال، لا داخل بكل أدب، ما أداب الزيارة بقى الجميلة الإسلامية اللي علمها لنا حبيبنا وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، داخل وقعد في غرفة الصالون أو في الأنتريه حسب ما يقعدوا، ولما يقعد يا ريت يكون حريص جدا إن هم حتى لو قعدوه في حتة غلط لا ينتقل هو الحتة صح بعد إذنهم، إزاي؟ ممكن يقعدوه في مكان المكان ده كاشف كل أهل البيت، فهو يستأذن من الوالد أو من الأخ يقول له بعد إذن حضرتك ممكن تقعدني في مكان ما كنش كاشف فيه أهل البيت، هو الراجل هيحترمك جدا، بس مش عايزين تكلف، عايزين برضو تخليك على طبيعتك، لكن في نفس الوقت يكون في أدب، تقول له بعد اذن حضرتك ممكن اقعد في مكان ما اكونش بس يعني شايف البيت وكده عشان بس ما يجص وكده، فهيقعدك في مكان مد ظهرك للريسبشن وانت قاعد معاه وبتتكلم معاه وبتدردش معاه، مش هتستنى بقى لحد ما الاخت تخش عشان تبتدي تبتسم وتتكلم، لا اقعد اتكلم مع والدها واقعد اتكلم مع اخوك، خليك طبيعي جدا لا تتكلف، ما تقعدش تتصنع ان انت انسان ما شاء الله عابد وان انت زاهد وان انت بتغض بصرك وان صوتك هادي وان اخلاقك طيبه، خليك على طبيعتك، خليك على طبيعتك جدا، واقعد اتكلم معاهم ودردش معاهم، وبعد ما تتكلم معاهم لمده 10 دقائق 5 دقائق، برضو نصيحه لاهل الفتاه انه ما يقعدوش يتكلموا معاه 3 ساعات لحد ما هو نفسه يخلص وبعد كده يقولوا الاخت بتفضلي بقى، هيكون هو نام يعني الزبون هيكون نام مننا كده، مش يعني مش هيقدر ينطق ولا كلمه، يكون يعني خلاص يعني محتاج يروح بقى البيت عشان يعني يمون ياكل ويستريح شويه، لا احنا برضو ايه ربع ساعة ولا حاجة أو 10 دقايق ونخلي الأخت تدخل، هتدخل الأخت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني خلع القفازين الجوانتيات زي ما بيقولوا يعني، وكشف وشها إذا كانت منتقبة أو إذا كانت مختمرة خلاص هي كده كده وشها يعني مكشوف، وهتخش السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هتقعد بجوار محرم من محارمها في مواجهة الأخ في وشه على طول، مش هتقعد على جنب بقى بحيث ان هو بيتكلم مع والدها شويه ويبص لها شويه، لا هي تبقى قاعده في وشه مباشره ويبتدوا يدردشوا. طيب زي ما قلت لحضرتك نصيحه ثانيه برضو، بقى النصيحه الاولى اوعى تخش ايدك فاضيه، النصيحه الثانيه ان انت برضو تراعي اداب الزياره الجميله، كمان لما تروح كمان يعني يا ريت يا ريت برضو معلش هي امور بسيطه وحاجات دقيقه عشان ما تقولوش يعني الحلقه كلها تضيع في النقطه دي، ده لو ضاعت في النقطه دي كلها ما تبقاش ضاعت، يبقى استثمرنا الحلقه لان بنقول عن ذوقيات محتاجين ان احنا فعلا ننبه عليها، ان هو كمان لما يروح يتعمد ان هو يروح في اوقات مناسبه، مش هيروح مثلا يخطب بعد صلاة الفجر يعني واخد بال حضرتك، ومش هيروح يخطب مثلا في وقت الغداء، ومش هيتعمد يروح في وقت عشاء، لا يكون ذوقياته عالية، الناس بتتغدى امتى؟ والله بيتغدوا مثلا الساعة 3 الظهرية العصرية 4 العصرية خلاص، يروح لهم ما بين المغرب والعشاء أو يروح لهم قبل ما يتعشوا مش في وقت عشاء يعني، يروح لهم بعد صلاة العشاء، يصلي العشاء في أقرب مسجد جنب البيت ويطلع ويجلس مع والدها أو أخوها أي حد من محارمها، وبعد كده بتدخل الأخت بفضل الله سبحانه وتعالى ويبتدوا يتكلموا. نصيحتي الثالثة، يا ريت تاخد معاك أختك أو والدتك معاك في الزيارة الأولى بالذات. والدتك أو أختك مش هتقعد معاكوا، يعني مش هتقعد مع رجالة البيت ومعاك، لا هي هتخش مباشرة، يعني انت اول ما تخبط سلام عليكم ده منزل الحاج فلان، اه والله طب بعد اذن حضرتك يعني كان في موعد، اهلا وسهلا يا ابني، طب بعد اذن حضرتك يعني انا كان معايا والدتي، اهلا وسهلا تتفضل تخش جوه في الغرفه اللي فيها الحريم او النساء،
هتخش تقعد معهم، هتعرف طبعهم وهتعرف اخلاقيات الفتاه من قبل ما انت تشوفها، والام بقى خبره بقى الله اكبر، واخد بالك؟ هتروح الام بقى، ويا ريت توصل الام بحاجتين. اول حاجه المعامله تكون هاديه قوي قوي، وتكون رقيقه جدا جدا، وبلاش الفحص الطبي بتاع القوات المسلحه اللي بيتعمل من بعض الامهات. ما تروحش معاها بندق بقى وتقول لها يا بنتي اكسري لي البندق عشان اطمن على ان ده سنارك ولا مش طقم اسنان، وبعدين ما تشد شعرها عشان تشوف دعيره ولا كده يعني، وبعدين ما تخبطش مش يعني ايه يعني يعني بلاش الكشف الطبي بتاع القوات المسلحه. يعني ايه تروح جلسه كده خفيفه، وتكون خفيفه الظل، وتكون يعني تحس انها نسمه قاعده في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. هتبتدي تشوف البنت بلبس البيت، هتعرف تفاصيل انت نفسك تعرفها، نفسك تعرف هي شكلها ايه، عفوا عودها ايه، اخلاقياتها ايه، اسلوبها ايه، لبسها في بيتها ايه، اوضتها شكلها ايه، منظمه ولا مش منظمه. طبعا ما يبقاش المساله مفاجاه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تتفق من الاول يا جماعه ان شاء الله عفوا ان شاء الله انا جاي، وبعد اذنكم استاذن حضراتكم ان انا جاي ومعايا والدتي، عشان ما تجيش انت رايح البيت ويكون يعني غرفة الفتاة مش متزبطة، فتيجي مرة واحدة تلاقي والدتك قدامها تتخض، ويحصل عندهم مشكلة ويحصل ضرب في البيت. لا، عايزين برضو من مراعاة الذوقيات. سلام عليكم يا عمي، ازي حضرتك؟ استأذن حضرتك، كنت اتمنى اجي اتشرف بمعرفة حضرتك اولا، ثم برؤية بنت حضرتك جزاك الله خيرا، واستأذن حضرتك لو سمحت لي هتكون والدتي معايا او اختي، ده اذا اذنت حضرتك. شوف الاسلوب، اسلوب جميل يفتح نفس الناس ان هم يستقبلوا هذا الشاب ويقولوا يا اهلا ويا ميت اهلا وسهلا لهذا الشاب الطيب الفاضل. هيخش هذا الشاب، وصل البيت بفضل الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا، وجلس، ودخلت الأخت بفضل الله سبحانه وتعالى وبدأ يتكلم معها. طيب واحد يسأل سؤال، أنا يعني معلش تخيلت نفسي ورجعت نفسي سنين ورا، وتخيلت نفسي إن أنا كأني بخطب علشان أحس بأحاسيسك وأحس بكل اللي أنت نفسك تقوله وكل اللي أنت نفسك تسأل عنه. يا ترى ممكن أشوف صورتها أفضل قبل ما أروح لها؟ سؤال مطروح. واحد بيقول هل ممكن قبل ما اروح لها البيت عشان اشوفها في وسط اسرتها، هل ممكن اشوف صورتها الاول مع حد من محارمها قبل ما اروح البيت؟ انقسم العلماء ليها القسمين. القسم الاولاني قال يجوز، ما دام خد بالكم الشروط الضوابط الشرعيه بقى يا جماعه، عشان ما حدش يطلع يقول ده بيقول يوزع الصور و لا، عشان المساله فيها ضوابط شرعيه. بمعنى ايه؟ يجوز انك تشوف، ده العلماء بيقولوا يجوز انك تشوف صورتها قبل ما تروح لها بشرطين. الشرط الاولاني تكون الصوره مع محرم من محارمها، او مع امراه امينه جدا جدا جدا، تجيب الصوره وتكون هذه المراه او الاخت اللي جايبه لك الصوره تكون واحده قريبتك، مثلا اختك مثلا، او والدتك او بنت خالتك، او واحده قريبتك وجايبه لك الصوره، او خلينا في اختك ووالدتك، وراح اجيب لك الصوره ديت، او بنت اختك مثلا راح اجيب لك الصوره ديت مثلا علشان توريها لك. هتوري لك الصوره، معاها الصوره محطوطه في ظرف ومقفول، هتفتح لك الظرف وقاعده معاك وتوريك الصوره وهي في ايديها او في ايدك حتى، بس في ساعتها على طول بعد ما تبص في الصوره دقيقه دقيقتين خمس دقائق زي ما انت عايز، خلاص كده هات الصوره وما تخليهاش معاه عشان ما يعملش منها نسخه. بعضهم قال يجوز. ليه يجوز؟ قال لي السبب بسيط جدا، ان بناء على النظره الاولى للصوره هو بينبني عنده اساسيات معينه هو طالبها في الاخت. اديك مثال بسيط، هتقول لي ما الصوره مش بتوضح الحقيقه، انا عارف، لكن بتوضح اساسيات هو عايزها. افترض مثلا هو نفسه يتزوج من اخت تكون سمراء، فيفاجئ في الصوره ان هي بيضاء، هو مش عايزها بيضاء، او العكس يكون هو عايزها بيضاء وتكون هي سمراء فهو مش عايز روح. فبالتالي ما دام المبدا عنده مرفوض ان هي لازم تكون يا اما سمراء او بيضاء او شقراء او كذا او كذا، فهو بمجرد ما بيشوف الصوره بيتضح بالنسبه له الاساس اللي هو طالبه، ويقول لا يا جماعه بدل ما اجرح بيوت الناس انا كنت عايز اتزوج اخت مثلا قمحويه، او عايز اتجوز اخت سمراء، او عايز اتجوز اخت بيضاء، فما دام هي ما فيهاش المواصفات فبلاش اجرح بيوت الناس. فاحيانا الصوره بتنفع في الوضع اللي زي كده. بعضهم يقول العلماء بقى اللي هو قالوا يجوز، بعضهم قال لا ما يجوز، لان احنا لو فتحنا الموضوع فالموضوع ليس له ضوابط بتنضبط بين اكثر الناس. بمعنى ان احنا ممكن نقول يا جماعه يجوز ان يتجاب الصوره
ويشوف الصورة في وجود محرم ليها أو في وجود واحدة من أقاربي ويشوف الصورة ويرجعها في ساعتها، لكن الموضوع ممكن ما يتظبطش، ممكن يقول لقريبته طب خلي الصورة معايا مثلا يومين ثلاثة بس يعني أراجع نفسي، فياخد الصورة يعمل عليها كذا نسخة ويوزعها على الناس ويسيء إلى تلك الفتاة. وممكن شباب كتيرة بيعملوا الأعمال ديت ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبعضهم قال لا نقفل الباب ده خالص. لكن عموما أنا شايف يا جماعة من باب التبسيط والوسطية إنه يجوز لسبب لعدم جرح بيوت الناس، ولكن بالضوابط الشرعية اللي قلنا عليها، إن تكون الصورة مع محرم من محارم الأخت أو مع والدتك أو مع أختك، والصورة تشوفها وترجعها في ساعتها من غير ما تحتفظ حضرتك بالصورة، فلا حرج في هذا. طيب واحد تاني برضو بيسأل سؤال جميل، احنا عايزين نفتح كل الأسئلة علشان ده موضوع اجتماعي، ده موضوع أسري، ده احنا بنقول يا جماعة بننشئ بيت زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين ان البيت ده يكون أحلى وأجمل وأعظم وأسعد بيت في الكون ده كله. ربنا يسعد قلوبكم وبيوتكم يا رب العالمين. واحد بيقول طيب هل يجوز ان انا بدل الصورة بقى اشوف الأخت قبل ما اروح لها البيت مع واحد من محارمها؟ طبعا يجوز. ازاي؟ بدل ما اروح البيت والأب أحيانا ما بيكونش متفاهم للمسألة، قال بنته 50 عريس يتقدموا كلهم مشوا، الراجل قاعد مخنوق، هي بنتي تتعيب، هي بنتي كل شوية هتبقى فرجة للناس، وكل شوية واحد يجي يتفرج عليها ويمشي. فنعمل إيه؟ نحل المشكلة بحل بسيط جدا هنعرفه بعد الفاصل. كتر من الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حضن البيوت يا محب ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. ويعني ربنا يا رب يبارك فيكم ويزود كل الشباب وكل بنات المسلمين. أنا في انتظار اتصالاتكم إن شاء الله في هذا الجزء الثالث من الحلقة إن شاء الله، يعني ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وفي انتظار الاس ام اس بتاعكم إن شاء الله، وربنا يبارك فيكم. أتمنى يكون الاتصالات كلها في موضوع الحلقة عن موضوع الخطبة في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي كان بيسأله بعض الشباب بيقول هل يجوز إن أنا أشوف الأخت اللي رايحة أتقدم لها مع حد من محارمها قبل ما اروح البيت؟ يجوز، ما فيش مشكلة، ما هو مع محرم. ما هو القصد ايه للموضوع ده؟ ان ما يبقاش فيه خلوة بينه وبين هذه الفتاة، انما لما يكون في محرم بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى ما فيش خلوة. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى ان والدها ممكن يتأثر نفسيا، جه لبنتي 30 واحد والكل رفضها، جه لبنتي 50 واحد والكل رفضها، بيتألم الأب حتى ولو لم يظهر لبنته، هو من جواه بيتألم وبيتمنى مع أول واحد يجي يكون مناسب هو يوافق وهي توافق والجوازة تتم وربنا يبارك. لكن بيحصل أحيانا ان الشاب النهاردة من كتر المغريات ومن كتر الفتن اللي احنا فيها بيبتدي يشوف ويقارن، بيبتدي يشوف ويقارن، خصوصا اللي ليه تجارب قبل كده، بمعنى انه ممكن يكون مشي مع 15 واحده في الثانوي و20 30 واحده في الجامعه، واخد بالك، وخمسه في الجيش، يعني ايه، فالمساله عنده ايه يعني، خلاص يعني بقت. فيبتدي لما يروح يتجوز واحده فيقول انا عايزها تكون شبه فلانه، واحيانا بيبقى عايز ايه، عايز حاجه كوكتيل. كوكتيل يعني ايه؟ يعني يقول يا سلام لو كان وشها زي وش فلانه وشعرها زي شعر فلانة ومش عارف ايه زي فلانة، وعايز ايه تجميع كده، واخد بال حضرتك، تتعمل في اليابان. فالمهم يعني فشات في الموضوع ان هو ممكن بقى في الوقت دوت بدل ما نسبب احراج لبعض الناس ان احنا نعمل ايه، اخوها موجود، يتفق الشاب مع اخوها، سلام عليكم حضرتك اخو الاخت فلانة، والله طب استأذن حضرتك ممكن اشوف او اجلس مع الاخت في وجود حضرتك في اي مكان؟ والله ما فيش مشكلة، بدل ما نجرح البيوت ما فيش مشكلة. بيروح الأخ مع الأخت ويروح ويقابلوا هذا الشاب، أو هو يجي يقابلهم في أي مكان، ربما يكون مثلا أخوها رجل مثلا صاحب شركة أو عنده مكتب محاماة أو غير ذلك، بيروح الشاب بيروح لأخوها في المكتب بتاعه أو في الشركة بتاعته، وتكون الأخت موجودة ويجلسوا في مكتب مقفول ويقعدوا يتكلموا مع بعض، حصل توافق بفضل الله، يبتدوا يحددوا مواعيد ويدلوا تليفونات والدها، يتصل بوالدها كأنه طبعا مش هيكذب بس كأنه رايح يشوفها لأول مرة، السلام عليكم يا عمي أنا فلان الفلاني، بعد إذن حضرتك كنت أتمنى أن أتشرف بمعرفة ورؤية حضرتك، ثم يعني ان شاء الله ان انا اجي بس اشوف بنت حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. شوف الكلام المؤدب الجميل في الوقت ده. طب لو ما حصلش موافقه او ما حصلش قبول، ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان خلاص مش هيروح البيت، ويبقى يا دار ما دخلك شر، يبقى ما سببناش احراج لاهل البيت. طيب في حاجه صغيره خالص، طب افترض ان الشاب ما وافقش
او الاخت موافقتش. يقول ازاي انا مش موافق؟ كتير من الشباب بيقع في المشكله ديت ويبقى موضوع محرج لحاجتين. حاجة الاولانيه بعضهم يقول لك والله رحت ولقيتها مش مناسبه، اعمل ايه؟ ما ردش خالص. لا، عيب، عيب انك ما تردش، لان الناس احترموك وفتحوا لك بيتهم ودخلوك وقعدوك واعتبروك ابن من اولادهم. فلما تروح وتقعد وتجلس والجلسه محترمه وجميله وقدر ربنا ان ما يكونش فيه قبول، انتظر، ما تتصلش تاني يوم قول لهم يا جماعه ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، اختي الفاضله يا ريت تستخير ربنا فيا وانا استخير ربنا فيكي. خدوا بالكم بقى، واتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الخير حيث كان. وامشي حضرتك وانتظر. طب هترد امتى يا ابني؟ والله يا عمي ربنا يحفظ حضرتك، استاذن حضرتك تمهلني 5 ايام فقط، استخير ربنا سبحانه وتعالى واخد الموضوع كده وافكر واستشير امي وابويا وكده، والموضوع يعني بالمنظر ده. بعد 5 ايام حضرتك وافقت وحسيت بالقبول واستخرت ربنا طبعا وحسيت بالقبول، بتتصل، السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، والله يا عمي انا يعني سعيد جدا بمعرفه حضرتك والاسره الكريمه، واتمنى ان اجي لحضرتك عشان نتفق على تفاصيل الزواج. خدت بالك؟ طب مفيش موافقه، مفيش قبول، السلام عليكم يا عمي، والله يا عمي ربنا يبارك في حضرتك، والله بنت حضرتك فعلا تستحق من هو افضل مني 1,000,000,000 مرة، اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقها بواحد افضل مني ان شاء الله، وانا ربنا يا رب يرزقني بواحده تكون يعني في ادب واخلاق بنت حضرتك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستقبال، ربنا يجازيكم عني كل خير. شفت الكلام الحلو المؤدب، الكلام اللي ما يجرحش حد، مش واحد يتصل يعني او يقول مش هرد خالص، او يرد سلام عليكم انا مش موافق. يعني طبعا يعني ابوها في الوقت ده لو معاه رشاشه يعني ايه كان هيقوم بالواجب يعني. فشايف الموضوع ان احنا عايزين نتادب بادب واخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. طب السؤال اللي بعده، بعض الشباب بيسال بيقول النقطة بقى اللي محيراني بقى شيخ محمود بجد، أروح أسألها في إيه؟ أروح أتقدم ألاقي نفسي مرة واحدة كده من الجلسة من أولها لأخرها شغال إيه؟ سايلنت أو فايبريشن، مش عارف أتكلم ولا كلمة، والأخت بطبعها حقيقية فما بتتكلمش، فقاعدين القعدة كلها. أهلا وسهلا يا ابني، أهلا بيك يا عم، نورتنا يا ابني، ده نورك يا عم، شرفتنا يا ابني، جزاك الله خير يا عم، تشرب حاجة يا ابني؟ متشكر يا عمي، بتشرب؟ متشكر يا عمي، منورتنا، بنورك يا عمي. يعني في الاخر عمك هيروح يرميك من بلكونه يعني يعني عمك الله يكون في عونه مش هيستحمل اكتر من كده. خليك يعني، مش عايز اقول خليك حيرك، عايز اقول يعني خليك على طبيعتك، زي ما انت قاعد في البيت مع امك ومع ابوك ومع اخواتك اتكلم بكل ادب وبكل بساطه، والله يا عمي ربنا يبارك في حضرتك، انا سعيد جدا والله بمعرفه حضرتك. شوف بقى، شوف الجمال بقى في مساله الزواج والنسب، شوف الامه الناس بتتعرف على بعضها وبيحبوا بعض ويتقربوا من بعض ويعرفوا بعض و شوف اقعد فتح في الموضوع، اتكلم شويه في سيره الرسول عليه السلام، شويه عن الصحابه، شويه عن واقع الحياه، شويه عن الاسعار والحاجات الحلوه اللي احنا عايشين فيها، اتكلم في اي موضوع بس تكون مواضيع يعني هادفه، ما يبقاش انا هقعد اتكلم مع عمي من اول ما دخلت لحد ما خرجت عن كاس الامم الافريقيه. ويا ترى يا عم تتوقع حضرتك التشكيل اللي جاي ان شاء الله هيكون ايه؟ وبعدين حضرتك عارف ان ابو تريكه تعبان دلوقتي، يا ترى هينزل ولا مش هينزل؟ ومش عارف مين والجون الفلاني جايبينه من هولندا والجون الفلاني، مش هينفع القعده تبقى كده بالمنظر ده، انما هتكون الجلسه ان شاء الله جلسه هنتكلم في كل حاجه ولكن بادب وباخلاق وبذوق. طيب شاب يسال زميله، واحيانا بشوف الكلام ده قدام عينيا، شباب يسالوا بعض يقول له على فكره انا عندي النهارده رؤيه شرعيه ورايح اشوف اختي الفلانيه مثلا، اقول لها ايه؟ اسالها في ايه؟ يكون اخ بقى من اياهم بقى واخد بالك، ويقول له بص اول ما تخش عليها اسالها في حاجتين، يا ترى تارك الصلاه كافر ولا مش كافر؟ وهل يجوز الصلاه في المساجد اللي فيها قبور؟ دي كده حبيب قلبي دي جنازه مش جوازه، يعني كده ما تبقاش ايه؟ ما بقتش جوازه، لا احنا عايزين الاسئله العاديه جدا، خليك على طبيعتك، وهي ممكن صاحبتها تقول لها اول ما يجي اسالين ها حافظ كم جزء من القران؟ يلا سمع، يعني مش هينفع برضو الاسلوب ده، او قريت كتب ايه في العقيده او قريت، مش هينفع، انما ايه اللي ينفع؟ خليك على طبيعتك. مثلا وانت بتتكلم والله يا عمي الانسان فعلا لازم يكون ليه بصمه في الحياه ولازم يكون مؤثر، واحنا خير امه اخرجت للناس، فلازم يكون لنا تاثير في حياتنا وفي مجتمعاتنا وفي بلادنا وعلى كل الامم. يعني اسال اختي الفاضله وتقوم موجه السؤال لمين؟ للاخت. حضرتك اختي الفاضله هدفك ايه في الحياه؟
سؤال جميل، نفسك تقدمي ايه لدينك؟ يا ترى لو ربنا اكرمك واتجوزت وخلفت اولاد نفسك تربيهم ازاي؟ شوف الاسئله عامله ازاي. طب اخبارك ايه مع الصلوات الخمسه؟ بتحافظ عليهم الحمد لله، واذكار الصباح والمساء ليكي ورد من القران؟ اسالها بقى ايه في وسط المواضيع بالمنظر ده. طب لو كان ليك شريك في شريك حياتك، يعني زوجك اللي كنت بتتمني، كنت تتمني تكون مواصفاته ايه؟ انت كده بتسهل عليها الموضوع، خد بالك بقى. وهي هتسالك نفس الاسئله، بس اقول لك حاجه حلوه، انت ممكن توفر عليها عشان هي ما تتحركش. ممكن تقولها طب اسالي، تقول لك ما عنديش اسئله، وتتكسف. فانت توفر عليها. ايه هدفك في الحياه؟ فتقول لك هدف كذا، تقول لا انا عن نفسي بقى والحقيقه الحمد لله رب العالمين هدفي كذا وكذا وكذا. طيب بتخططي لمستقبل حياتك ازاي؟ وهي تسالك انت بتخطط لدنيتك واخرتك ازاي؟ يا ترى بتحب ايه وبتكره ايه؟ يا ترى بتاكل ايه وبتشرب، او بتحب تاكل ايه وتشرب ايه؟ خروجاتك، زياراتك، اخبارك ايه مع اسرتك، مع والدك ووالدتك، مع عصره الارحام، اخبارك ايه مع جيرانك، وهكذا. واختم اللقاء ده او جلسه النهارده في عجاله سريعه كده، معلش يا استاذ شريف، بقصه بسيطه جدا بتفكرني ازاي ان الانسان يسال ايه اللي بيحبه وايه اللي بيكرهه. زواج شريح او شرحبيل ابن حسنه اللي هو القاضي شريح. القاضي شريح في يوم من الايام كان ماشي فقابله الامام الشعبي، فقال له كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال فكيف حال اهلك، يعني زوجتك؟ قال والله يا شعبي اني متزوج منذ 20 سنه، خد بالك بقى، لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة وأشهد الله أني كنت لها ظالما. أنه مش ممكن حد قاعد 20 سنة ما يشتكيش من زوجته، كيف ذلك يا شريح؟ قال إني منذ دخلت بزوجتي، خد بالك بقى، رأيت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله، فلما صليت وسلمت رأيتها خلفي تصلي وتسلم بسلام. خد بالكوا، فلما انصرف الاهل والاحباب مددت يدي اليها فقالت على رسلك يا ابا اميه، ثم قامت وقالت احمد الله واستعين واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فاني امراه غريبه عنك، لا علم لي باخلاقك، فبين لي ما تحب فاتيه وما تكره فاتركه. ابا اميه، قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الله أكبر. بالله عليكم، حد فيكم سمع كلام ده ليلة الدخلة؟ ولا أنا والله. المهم يعرف إيه، فقال فأحوجتني للخطبة يا شعبي، فقلت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت فما تحب من زيارة أهلي؟ كان ذكي جدا. قال ما أحب أن يملني أصهاري، يعني يا ريت يخفوا في الزيارة. قالت فما تحب من زيارة الجيران؟ قال قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. قال فبت معها بأنعم ليلة ومكثت معها 20 سنة، أشهد الله أني لم أشك منها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. فقال الشعبي يا لها من عيشة هانئة، وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وهي العمر كافية. يعني هكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل الحلقة القادمة إن شاء الله الجزء الثاني من حوار مع خاطب، ونحن في استقبال اتصالاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت مريم من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا عنا وجميع المسلمين. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. معلش، الصوت مش واضح. انا بس بقى هسال حضرتك. الكلام في التليفون. كلام في التليفون اثناء الخطبه. حاضر. أيوه. حاضر انا. حاضر اختي. علينا والجمال بنات ان شاء الله بالزواج الصالح والزواج الصالح باذن الله يا رب. حاضر انا. حاضر، ربنا يا رب يصل كل خير يا رب العالمين. طيب مين معانا تاني يا شيخ؟
طيب اخت مريم ربنا يحفظك ويبارك فيك، انا عايز اتكلم بقى في حاجه في مساله الكلام في التليفون بين الخاطب والمخطوبه. الكلام يا جماعه بينهم لابد ان يكون له حدود، الاصل فيه هو المنع لان هي غريبه عنه، لكن لو تكلم في التليفون واوعى تقول ده تزمت، والله العظيم يا جماعه الخير ويا حبايب قلبي بجد والله العظيم ان احنا بنقول لما الجواز بيبدا بمعصيه البركه بتنزع منه، انما لما يكون الجواز كله كده طاعه بفضل الله ربنا بيبارك. لو هتكلم مع مخطوبتي او خطيبتي في التليفون هتكلم ازاي؟ اولا على فترات متباعده، ثانيا لما هتكلم مش هكلمها هي، يعني مش هاخد الموبايل بتاعها وراح اكلمها، انما هتصل على نمره البيت فيرد عليا والدها او اخوها، سلام عليكم ازيك يا عم وازي حضرتك وبطمن عليك واهلا بيك و وبعد ما اتكلم معاه اقول له تاذن لي يا عمي بعد اذن حضرتك في وجود حضرتك لو سمحت اكلم الاخت شويه في التليفون، اه ما فيش مشكله. هنا بقى انا ما اقدرش اقول لا، هيكلم الاخت في وجود المحرم. ليه يا جماعه؟ علشان لو المحرم مش موجود غصب عنه الشيطان هيزين لهم بعض الكلمات، يرمي لها كلمه بحبك، ترمي له كلمه بموت فيك، يرمي لها كلمه مش عارف ايه، هيبداوا يخشوا في كلام ما يجوز ان هو يقوله لخطيبته، وبالتالي تبدا الحياه بمعصيه فتنزع البركه. انما نعمل ايه؟ هيتكلم معاها ازاي حضرتك وعامله ايه وازاي اخبارك، ويا ترى صليت الفجر امبارح ولا لا، يا ترى قرات جزء القران ولا لا. طب يسالها في امور معينه في الحياه، بتعرف تطبخ ولا تعرفش، بتعمل كذا بتسوي كذا، بعض الاسئله بعض الكلام البسيط جدا جدا، ثم يقول لها طب بعد اذنك اديني يا عمي، جزاك الله خير يا عمي، اشكرك يا عم على انك اذنت لي ان اكلم بنت حضرتك هذا الوقت، جزاك الله خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، ويقفل. ومش كل يوم بقى لان كده هيدوخ عمه، يعني يبقى المساله على فترات متباعده. وبقى زي ما قلت يا جماعه يا ريت ان فتره الخطبه تبقى قصيره، عارفين ليه؟ مش هنستفيد من تطويل فتره الخطبه لانها فتره، واحفظ مني الكلام ده واحفظي مني الكلام ده، فتره تكلف. يعني ايه؟ يعني ما هو مش هيظهر على حقيقته في فتره الخطبه، وهي مش هتظهر على حقيقتها في فتره الخطوبه، فبالتالي مش هيعرفوا بعض غير بعد الجواز. لكن ايه؟ بنقول نقصر في الفترة دي على قد ما نقدر عشان ما يبقاش فيه اي تجاوزات غير شرعية. استاذ عطية السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عندي والله يا فضيلة الشيخ رسالة، عاوز السؤال اللي استفهم منك سألتك عليه. اتفضل. شعبان سنة عطية بقى. مش شايف ليه؟ اتفضل، انا مش معيش الصوت عالي قوي يا شيخ. في واحد لمرضى لسيادتك الاحترام لسيادتك في واحد حائز مراته متوفيه اخويا وبحث عليها بحث منها بالطلاق، هل يجوز او ما يجوز او هو يكون ايه؟ يعني هي ماتت وهو طلقها بعد ما ماتت؟ هي توفت وبحث بالطلاق منها على يقول عليها كذا من مرات كذا. انت فكرتني بقصه جميله قوي يا استاذ عطيه. هو خارج الحديث بتاع سيادتك قال لي من النت امبارح اول امبارح على عشان أستفهم. طيب حاضر يا حاج عطيه. انت فكرتني بقصه واحد، وقصه كانت غريبه قوي. واحد من السلف، واحد من زمان يعني، كان زهقان من زوجته ومدوخاه وتعبها جدا، فكان عمال يشتكي منها. فالناس قالوا طب ما تطلقها وخلاص وتخلص منها. قال لهم انا مش عايز اطلقها عشان لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها، فانا ماسكها وربنا يصبرني. المهم بعد بقى قعد بقى في قيام ليل ودعاء واستغفار وقعد يدعي ان ربنا يخلصه منها لحد ما ماتت. فلما ماتت راح بقى مع الناس عشان يدفنوها بقى. فلما دفنها وقف عند القبر وقال اشهد الله انها طالق طالق طالق. فواحد قال له يعني انت ما كنتش بتتكلم وهي عايشه، يعني جاي دلوقتي تطلقها وهي ميته؟ قال له ما انا قلت اطلقها دلوقتي قبل ما ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه، يبقى نكد الدنيا واخره، واخد بالك يعني. فانت فكرتني بالحته دي يا استاذ عطيه. حاجه عطيه طبعا يعني ما يجوزش ان واحد حتى لو مراته عايشه انه يفضل كل حاجه عليا الطلاق وتبقى طالق ومش عارف ايه. الاصل ان حته الحلفان، من حلف بغير الله فقد اشرك شرك اصغر، ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. الاصل ان الحلفان لا يكون الا بالله سبحانه وتعالى، لكن حلفان بالطلاق او الكلام ده كله هذا لا يجوز ان يكون بين المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو طبعا ما دام هي ماتت فما يجوزش ان هو يطلقها. طيب الاخت امال من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه كل سنه وحضرتكم الكرام بالف خير وبركه ان شاء الله. انت بصحه وسلامه ربنا يخليك. عليكم بالخير والبركه. امين يا رب العالمين. مولانا الله يبارك فيك، بس بدي اسالك سؤال. طبعا. انا خيي لما توفى يعني انا ريت 19 سنه ماني شايفيته،
أنا كتير كتير قلبي عم يوجعني، بس بدي من حضرتك الكريم تعطيني دعاء أقدر أقول له إياه دايما وأقدر أتصدق عن روحه، لأنه كتير عم بتضايق وأوقات بحن له كتير، بس مش عارفة شو بدي أعمل. شو بتعطيني نصيحة ويعطيكم العافية؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ شريف، طيب انا السؤال اللي فات الحقيقه الصوت كان عالي فما سمعتوش برضه، ف سمعني السؤال في الايربيس بس. اخوها مات. حاضر حاضر. انا يا اختي امان، والاخت عفاف معانا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت عفاف، ازيك يا محمود؟ ربنا يعزك يا رب. جزاك الله خيرا على عودتك الى قناه الناس. ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك. لو سمحت يا محمود، انا عندي سؤالين وبعدين اختي شيماء عاوزه تكلمك. اتفضلي. السؤال الأول، في حديث عن النبي عليه السلام قال من قرأ سورة الدخان تستغفر له الملائكة، هل ده حديث صحيح؟ تفضلي. حاضر. السؤال الثاني وبعدين أخت شيماء. تفضلي. قد إيه يا شريف؟ 30 ثانية؟ طيب ربنا يستر. اتفضلي. أقول لك يا شيخ محمود، ممكن أكلم أخت شيماء؟ طيب. اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أسأل الله، أسأل الله أن يحفظك من فضله. آمين. وأن يبعد عنك شرور الناس. امين يا رب. لها واشكرك على هذا البرنامج، ايضا اشكرك على هذا البرنامج. ربنا يحفظك. وايضا برنامج فضفضه. جزاكم الله خير. ربنا يعز حضرتك يا اختي الفاضله. طب بسرعه كده عشان فاضل الوقت بسيط جدا. اختي امان، ربنا يحفظك. كتري من الدعاء لاخوكي وربنا يكرمك ان شاء الله. ادعي من ضمن الدعاء ان ربنا يغفر له ويرحمه، وان ربنا يجمعك معاه في الجنه. قادر ربنا سبحانه وتعالى انه ان شاء الله يجمع ما بينكم في الجنه ان شاء الله. في عجاله سريعه كده، معلش انا كان والله نفسي اقرا الهدايا الجميله اللي جت، ولكن بشكر الاخواننا وحبايبنا واخواتنا اللي على الفيسبوك، اللي على الجروب، جروب الفيسبوك اللي موجودين، اللي وصل عددهم الان 3000. ربنا يبارك فيهم جميعا، والله يعني ادعو لهم جميعا بلا استثناء. ربنا يجازيكم عنا كل خير على تفعيل البرنامج وعلى الهدايا التي تثار على البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كان في فكره حلوه قوي جميله من اخت جويريه هاشم، قالت عايزه فكره لتخصيص هديه جماعيه للجروب لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هديه من الاعلاميين، الاعلاميين كل واحد اعلامي يقول هقدم ايه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء برنامج او سواء حاجه معينه. هديه من المهندسين، واحد مثلا مهندس هيعمل حاجه معينه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. هديه من الموظفين، من الطلبه، من المدرسين. والهديه الثانيه ده اقتراحها، انك تحدد لنا كل شهر كتاب نقراه. طيب بمناسبه البرنامج، والله مش دعايه، لكن بمناسبه هذا البرنامج يا ريت نقرا الشهر ده كتاب موسوعه الزواج الاسلامي السعيد، لانه بيناقش كل القضايا اللي احنا بنتكلم فيها عشان نقدر نتعايش مع بعض، واحنا بنتكلم نقدر نتناقش مع بعض، وتقدروا تتناقشوا على الفيس جروب او على الفيسبوك عفوا، بحيث تقدروا تتناقشوا كده ويعني تتداولوا الاراء حوالين المواضيع دي كلها. الهديه الاخيره قالت عايزين نعمل ختمه لاعضاء ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت، جميل قوي ان انتم تتفقوا جميعا على ختمه شهريه وتختموا، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني انه كرم اللي هيختموا الختمه على الـ على الـ على الفيسبوك. ربنا يبارك فيكم ويجازيكم عنا كل خير. والحقيقه طبعا الموضوع موضوع جميل جدا وخطير جدا، ان احنا عايزين نتكلم عن يعني فعلا تاسيس دوله اسلاميه في بيوتنا، في بيوتنا عايزين ناسس بيت على غرار بيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلال برنامج ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فضلنا ديس شريف. خلاص كده. طيب خلاص، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونلقاكم يوم الثلاث القادم على في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.